تخليدا لليوم العالمي للبيئة، مائدة مستديرة بالرباط حول فرز وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها. لقاء وضع الأصبع على مكامن الخلل وعرض مختلف التجارب النموذجية في المجال. مهدي محيب وسعيد إجاصي. فتح نقاش عميق حول نموذج التدبير المستدام للنفايات وفرص وتحديات فرز وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها كان الهدف الأبرز من هذه المائدة المستديرة، لقاء شكل مناسبة لتبادل الخبرات في مجال فرز وتثمين النفايات على مستوى الأحياء. كنتجو 7 مليون طن ديال النفايات بمعدل ان المدينه مثلا كدار البيضاء كتجي 3500 يوميا طن، فبالتالي هذا الذهب الجديد يجب ان يكون فيه نقاش مؤسساتي باش نمشيو للتدوير ونديروا حياه جديده للمنتوجات اللي كنتجوها اللي كيستهلكوها المغاربه. هذا الملتقى شكل فرصة لمتابعة التشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين بهذا المجال، وذلك بهدف تبني الإصلاحات المرتقبة في إطار البرنامج الوطني لتثمين النفايات. وقاتش عبء نعتبرها ككنز وكثروة، كثروة كنستثمروا فيها وكتخلق فرص شغل وكتدمج الشباب وإدماج كذلك الناس اللي مهمشين وكيخدموا في المطارح. وفي السياق نفسه تم تنظيم ندوة صحفية حول تطور القانون البيئي في المغرب، ندوة ركزت على الإسهام الجماعي في الارتقاء بالتشريع المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة والوقوف على المستجدات الوطنية والدولية في هذا المجال.